أحكي، أعطيني سبب واحد بس يخليني ضل هون. إذا عندك جواب بتقدري تقوليلي عليه ساعتها أكيد رح ضل. ما في ما ما في عندك جواب منطقي تقليلي عليه، ما في سبب مقتنعة فيه لحتى تخليني أنا أقتنع ضل هون. صار كل شي واضح قدامنا، وهذا معناته إنه ما ضل شي نحكي فيه بنوب. ما ضل بيناتنا أي رابط يا سارة، لا تروح، بترجاك لا تروح. بالنسبة لإلي ما في شي تغير، أنت لساتك بقلبي لهلأ. قوليلي لا تروح سارة، قوليلي خليك، قليلي ما في بقلبي حدا تاني غيرك. قليله انه اذا رحت رح انقهر كتير، قليله فكر مرة تانية. بس بعد الشي اللي صار ما ضل عندك كلمة تقوليها سارة. اذا ضليت رح موت، ما عم بقدر اتنفس هون، مع أني قريب منك بس حاسس حالي بعيد، وهالبعد رح يموتني. بأول مرة راح فيها ضليت عم استناه على الشباك، وكنت اتأمل انه يرجع لهون كل يوم، بس هو ما رجع. من وقت لوقت كان يبعث لي هدول الصور ويقول انا منيح، لا تاكلوا همي. بس اي هم، هدول 5 سنين، 5 سنين كاملين يا ناس. كل ما كنت شوف مكانه على الطاولة كنت غصب الشي اللي عم أكله، ما أرتاح ولا أضحك. وتمضى الأيام يوم يلي إجا، وقتها خلصت حسرتي وقلت بيتجوز وبيصير عندي أحفاد بآخر عمري، وقلت ما عاد حس بالحسرة أبدا. بس شوفي شو صار، قاعد عم يقول بده يروح مرة تانية كأنه ما بكفي يلي غابه. لا، أنا ما عاد فيني أعيش بحسرة أولادي أكتر، ما عاد فيني. لو عمو عثمان كان مصر شوي يمكن سليم ما كان رح يعارضه. بدي أقول لعثمان يحكي معه مرة تانية بس مترددة، لأني خايفة إذا ضغط كتير على سليم يقوم التاني يروح يحكي له عن كل شي مضايقه. شو بدنا نقله ساعتها؟ أكيد رح تنهز ثقته فيكي كمان، وساعتها بتشوفي كيف هو أكيد رح يشجعه على السفر. شو هالحظهات؟ إذا عمو عثمان عرف إني عم كذب ساعتها رح أنتهي. شو بدي أحمل؟ يا
يا ترى سارة حكت مع سليم؟ بركي قدرت تقنعه يضل. خالتي أنا هلأ طالعة شوي، بدي شوف شغلة وراجعة. شوفي ابني، خير إن شاء الله. بشو غرقان هالمرة كمان؟ ها؟ أهلين عمي. بشو عم تفكر؟ ليش هيك قالب وشك؟ أنا اليوم بدي روح ودي على الطلاب، بس ما عم بعرف كيف بدي ودعهم. أنا ما بحب الوداع أبداً، ما بحب هاي اللحظات، وبحس إني متضايق. يا ترى رح تتضايق من التوديعة؟ ولا رح تتضايق لأنه أنت أساساً مجاي على بالك تروح من هون؟ ما بعرف يا عمي، عقلي كتير مشوش، عم بسأل حالي نفس السؤال. يعني يا ترى أنا عن جد بدي روح ولا بدي أهرب بس لأني خايف من شي؟ ما بعرف، هو بصراحة خايف أعترف لحالي عن سبب روحتي. طيب الشي اللي عم تهرب منه شو؟ ما بتعرف مو هيك؟ طيب أنا يلي رح قلك يا سليم، أنت هلأ عم تهرب من وش سارة، ورح تترك أمك وأبوك وتترك طلابك ومدرستك، مع أنه في كتير أمور لسه لازم تساويها، بس رح تتركها وتمشي. يعني أنت لما رح تترك كل شي وتروح، مفكر أنه عمك رح يخلص؟ لما أخذت قرار الرجعة على بلدك، كتبت بدفتر مذكراتي بكير على خسارة وتأخرنا على الحب. الصبح أول شغلة عملتها شقيت هالصفحة، لأنه بالفترة الماضية تعلمت الخسارة ومحبة الناس يلي كنت خاف أطلع بعيونها. ليك إذا كان الواحد مثلك ما بيصير يترك الكل هيك ويحمل حاله ويروح فجأة. بصراحة عالآن بين شغلتين عمي كامل، أنت عم بتقلي لا تروح، بس الحالة اللي أنا فيها عم تمنعني أعمل واجبي. يعني طلع على حالتي، أنا ما عاد شفت شي بنوم، ولا عم فكر مزبوط، ولا عم بعرف أتصرف، ما عاد بدي أخذ قرارات غلط أكتر، وأنا كنت دايماً متعود ساوي الشي الصح. ابني أنت شاب ذكي كتير وبتفكر لقدام، وانت كنت هيك دائما لحد هاليوم، وانا متأكد انه من هلأ ورايح كمان رح تكون هيك. بس وانت رايح حاول تراضي الناس يلي رح تتركهم وراك بهالعذاب، لانك هنيك ما رح ترتاح من المواضيع يلي كانت شغلة تفكيرك هون الا اذا راضيت الناس. وهذا اللي عم بعمله، انا عم حاول ارضيهم. ليك يا ابني، إذا أنت ما عم تقدر تعرف الصح من الغلط، روح لعند الشخص يلي بتوثق فيه وبتفكيره واسأله واستشيره. أنا هيك عملت، وأنا رحت حتى استشير هالشخص، بس حول الموضوع لعندي. إيه، لكان الموضوع عندك من هلا ورايح. أسيل؟ خير بنتي، وين راح تروحي على المدرسة؟ هو عمو عثمان قلت إنه روحي واحكي مع سليم بأسرع وقت. أنا كمان امبارح فكرت بموضوعكن، عدوا مع بعض وفكروا شو يلي بدكن تعملوه، وقرروا إذا راح تعملوا العرس هلأ أو بعد ما يرجعوا. اتفقوا مع بعض على قرار وخبرونا فيه حتى نطمن عليكم. مزبوط عمو، معك حق. الشغلة طولت كتير وسليم ما عم يتحاكى،
حطي هالموضوع ببالك واعطينا النتيجة حتى نعرف شو نتصرف. روحي بنتي احكي معه، الله يبعث لكم الخير. ما قدرت اقول له يا هاجر، ما قدرت اقول له لا تبعد عني، ولا حتى قدرت اقول له على المحبه اللي مخبيتها بقلبي. كنت حاسه في شي هون عم يخنقني وما قدرت احكي، حسيت لساني انعقد. كل شي خلص هاجر وقصتنا انتهت، وفتنا بطريق ما في رجعة. سليم بالنسبة إلي صار حلم وما عاد شوف. بترجاكي اهدي سارة، هيك عم تعذبي حالك. هالشي مو بإيدي هاجر، بس لو تعرفي قديش قلبي عم يحترق. ما عم اتحمل شوفك هيك بنوب، بس ما عم يطلع بإيدي شي لساوي. خلص ما عاد حدا يقدر يساوي لي شي. لأول مرة عم شوفك مانك مبسوطة، وشك ما عم يضحك، وحتى عيونك ما عم يلمعوا، كأني كنت شايفة حلم. بس ما كان بدي هالحلم يخلص بنوب. كنت مسكرة على قلبي ونسيانة حالي على الآخر لما فات على حياتي سليم، وذكرني بحالي من أول وجديد، وذكرني كيف فيني أحب وأنحب مثل ما كنت. بس ما عاد فيني أرجع مثل الأول. قلبي محروق يا هاجر، محروق. أنا بدي أقولك لا تتخلي عن حبك، بس مثل العادة ما رح تسمعيني. تأخرت كتير على هالشغلة، في بيناتنا حواجز كتير وما رح يروحوا. بقي شوي، لازم ضل متحملة للآخر، وبهالطريقة أسيل ما رح يكون إلها أي تأثير، وهداك الوقت رح حاسبها على كل شي عملته معنا نحن الاثنين. بس لبين ما تيجي هاللحظة بتكوني أنت انهرتي يا سارة، ورح يكون الوقت كتير متأخر لتتراجعي. بعد ما تفترقي أنت والأستاذ سليم، شو رح تستفيدي من الانتقام؟ شو يلي بدك تعمليه وقتها؟ سليم رح ينفد ورح يكمل شغله اللي فنى عمره مشانه، وهالشي بكفيني هاجر، بكفي إنه ما حدا يضره. أنا أصلاً من زمان ضحيت بحالي. إن شاء الله أسيل ما تكون بتعرف إنه هذا زواج مؤقت، لأنه كل التهديدات تبعها رح تروح على الفاضي. ما رح تعرف، لا تاكلي هم. رح خليها تدفع ثمن تعذيب سليم غالي، وتعض أصابيعها ندم. ممكن يكون هون كمان، هذا المكان فيك تقول عنه باريس أفريقيا، هاي المدينة نظيفة ومنظمة كتير، أو على مصر أو كازاخستان. يلي بعرفه أنه بهالأماكن مانن بحاجة لحدا يساعدن. مظبوط، هالناس مانن بحاجة كتير للمساعدة، دائما ممكن نلاقي حدا يروح لعندن. طيب، في أماكن ما حدا بحب يروح عليها؟ نيجيريا، لحد الآن ما في عنا أي طلب لهنيك، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك الحرارة بهالبلد مرتفعة شوي، ولأنه الناس عنا أجسامهم مو متعودة عم يستصعبوا الروحة، ويلي بيروحوا ممكن يصير معهم حالة وفاة. بعرف بعرف، أكيد الله رح يسهلنا هالطريق. الدولة يلي هنيك ما بتعطي أي دعم للناس لحتى يبقوا فيها،
وأنا حبيت إلك إنه الوضع رح يكون صعب، يعني هون في دولة أفضل شوي. طلعي. عم تلعبي معي مو هيك ستارة؟ أسيل، أنا خرسي، أنا ما قلت لك بدي تحكي مع سليم وتقنعيه؟ ليش لهلا ما قلتي له؟ قلت له بس هو ما اقتنع. بدك تعملي المستحيل وتقنعي أحسن لك. سليم ما رح يروح لمكان، أنا ما رح أسمح له يتركني بهالسهولة ويروح لآخر العالم. بسببك أنتي سليم عم يترك الناس اللي بيحبهم ويروح، بسبب أنانيتك خربتي حياتنا كلياتنا. فكرتي تهديداتك إلي بتملكيه، بس شفتي شو اللي صار، اللي عملتيه كله راح على الأرض. بالله عن جد؟ لسانك راجع طولان كتير. ها عم اكذب؟ انتي عاجزة انك تعملي له شي وعم تطلبي مني المساعدة لحتى ما يروح. شفقانة عليكي. رح تحلي الموضوع بسرعة سارة، فهمتي؟ فهمتي شو قلت؟ فهمتي علي ولا لا؟ وليش أنا حله؟ أنتي مو على أساس خطيبته لسليم يا أسيل؟ روحي وحاكي، بركي بتغيري له رأيه. شو يلي صار سارة؟ شو بدها؟ ليش اجت لهون؟ عم تقلي روحي احكي مع سليم وقنعيه لحتى ما يروح. بالله جد؟ مفكرة انه القصة سهلة؟ كان لازم تفكر قبل ما تساوي اللي ساوته. هلأ مو وقت نزعل من أسيل يا هاجر، انا لازم ساوي شي، ما فيني ضل قاعدة عم بتفرج وشوف سليم عم يترك عيلته وطلابه بسببي. هالشي ما بيصير ابدا. ليش شو دخلك انتي؟ أسيل سبب الموضوع. مو مهم مين هو السبب يا هاجر، أنا اللي بيهمني من الموضوع سليم، مشان ما ينحبس ومشان ما يفترق عن محبينه أنا رديت على أسيل. بس إذا سليم راح، رح يترك طلابه وعيلته وما بكون استفدت. إذا الأستاذ سليم مقرر يروح، كيف رح تخليه يتراجع؟ أنتي ما بقيان قدامي غير تحكي له أسيل شو عم تعمل، لأنه ما في حل غيره. في، طالما بسببي ما بده يضل هون معناتها بروح أنا. ما فهمت. ليكي، نحنا إذا رحنا من هون ساعتها رح تتحسن الأمور، وسليم رح يضل هون. مشان الله حطي عقلك براسك سارة، روحي قولي له أسيل شو عملت وخلص. ما بقدر هاجر، فهميني بقى بترجاكي، أنا ما برضى أبداً إنه سليم يصير معه شي بسببي، رح ضل طول عمري عم تعذب. في طريقة واحدة مشان ما يروح من هون، وهي إني روح أنا، لأني إذا رحت هو رح يضل، وإذا أسيل بدها تضل جنب سليم مثل ما قالت لازم ترضى بعرضي. اسمعي لقلك، إذا بدك ترجعي مع جوزك على البلد فأنا مستحيل اسمح لك، لأنه بوران رح تقتلك فوراً. لك هاي المرة ما بتفرق معها بنوم، أخذت الناس اللي حبيتهم بحياتي وما ضل حدا ممكن أعتبره عائلتي غيرك سارة. ما رح أسمح لك تعملي هيك أبداً، ما رح تروحي لهنيك غير على جستي. حبيبتي خلص مثل ما بدك، رح نروح لغير مكان. أنا ما بقيلي حدا أوثق فيه وأعتمد عليه غيرك أنتي سارة، وإذا رحتي كمان بنتي ورح أتدمر، فلا تعيشيني بهذا العذاب. لا تاكليها، بوعدك إنه ما رح نفترق عن بعض، وين ما رحنا رح نروح مع بعضنا. اتفقنا هاجر؟ الشغل برات البلد صعب، بس بهدول الأماكن يلي بأفريقيا بيكون أصعب بكتير، وأنا حابب أنصحك قبل ما تنهي أمورك هون تفكر مرة تانية. بعرف منيح شو اللي رح شوفه هنيك، أنا من قبل درست برا كمان،
وعلى حسب ما شفت إنه الأولاد يلي هنيك كمان محتاجين للتعليم مثل الأولاد يلي هون. وأنا برأيي إذا قدرت فيه طالب واحد وأعمل له شي حلو بحياته أو فيه أي عمل خير، فكل شي رح شوفه رح يكون قليل كتير قدام هالثواب. طيب أستاذ، فهمت. أنت بس قلي على المكان اللي بدك تشتغل فيه، وهي الخريطة أنت اختار، وأنا ببلش فورا بالإجراءات. هون نيجيريا؟ أنت متأكد أستاذ؟ متأكد. بدي روح عند أكتر ناس بحاجة مساعدة. الله لا يضيع لك تعبك على الفاضي، موفق. أنا رح بلش بالطلب فورا وانهي لك كل الأمور. بتشكرك. ييه بكفي يا بنت، طلعنا من شان ننبسط شوي، بس انتي ضيقتي لي خلقي. شبكي من الصبح عم تبكي هيك؟ يلي بيشوفك بيفكر حدا ميت. أختي أنتي لا تحكي معي بنوب، لأنه يلي صار بسبب يلي حكيتي عنه. لو ما قلتي هذا لازم وهذا ضروري وخوفتي لرجائي ما كان صار هيك. اسمعي، يعني كم يوم صار ماضي على الخناقة وهو لهلأ ما عم يطلع بوشي بنوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختي أنا قلت له عن احتياجات البيت الرئيسية، ما ضايقته. بعدين يلي جيوبه فاضية ما لازم يتجوز أبداً. أنا كنت رضياني إني أعيش أنا وياه على حصيرة، كان بكفيني رجاء يكون جنبي. تفضلي، بسببك راح علي القطار هلأ، ويلي ما بيرضى بالقليل مستحيل يرضى بالكتير. وبيقولوا إنه المرض بيضل أحسن من الموت، ويلي بيرضى بنصيبه بيعيش، وأنا هيك قبلانته. استغفر الله العلي العظيم. لا مستحيل، لازم ساوي شي وراضي لرجائي بأسرع وقت. يا بنت ليش لحتى تنزلي له؟ أنا لو كنت هلأ بمكاني قبل ما يجي ويعتذر مني ويترجاني ويبوس إيدي ما رح سامحه. عيب عليكي، لأنه في شي اسمه كرامة واحترام، هو شلون بيروح هيك يعني؟ ما بصير يروح. ما طبعاً ما بصير. أنت ردي على كلامي ومن هلأ فهمي مين أنتي ومسكي كل خيوط، وبكرة بس تتزوجوا بالمستقبل رح ترتاحي، ووقتها هو ما بيسترجي يزلك هيك. روقي روقي، اشربي شاي. بكذي انتي عاجزة انك تعملي له شي، وعم تطلبي مني المساعدة لحتى ما يروح. شفقانة عليك. لك الله يلعنك، انا رح ادفعك تمن كل شي حكيتي معي. قالوا ايه امي؟ امي خلاص سليم رح يروح، ما قدرت تقنعه سارة أنه ما يسافر. أمي شو بدي أعمل هلأ؟ ما ممكن أعيش بلا. بترجاكي ساعديني، مالي عارفة أنا شو بدي أعمل. نحن لازم نقنع شكران بنتي، لأنه ما في غير شكران هي اللي بتقدر تخلي سليم هون. يا أمي هلكت من البكاء، شو بدها تعمل أكتر من هيك؟ يا أسيل هي أمه، إيه؟ رح توقف قدامه وتقول له مو مسامحتك، كأنه ما بتعرفي طبعه. قبل ما ياخد رضا أهله مستحيل يروح ولا رح يرتاح أبداً. مزبوط، قبل ما يرضي خالتي ما رح يسافر، وعلى القليلة رح يحاول يقنعه.
انت عليكي بس تخلي شكران ما تتقبل هالوضع بنوب بنتي، وكمان اصحك تخلي عثمان يعرف انك فسختي الخطبه، لانه بجوز سليم ما يروح وقتها ما عاد حدا يطلع بوشك. اوف يا اوف. تمام. استاذ سليم، ممكن نحكي شوي بس؟ ما بظن عنا شي نحكيه بنوب. من بعد إذنك في عندي شغل كتير. بس دقيقتين، الموضوع كتير مهم. سارة خانم، أنا بالنسبة إلي صرت أعرف منيح شو المهم ويلي مو مهم، وهذا الشي وصلت له بفضل الله. من بعد إذنك أنا لازم أحكي مع طلابي وودعهم. من بعد إذنك أستاذ، في شي ضروري لازم أحكي مع الطلاب وما رح أخذ من وقتك كتير. استغفر الله يا أستاذ سليم، خذ راحتك. شكرا لك. أستاذ، سمعنا أنه الأسبوع الجاي رح نروح مشوار. شو رأيكم نروح لشيلة؟ عم يقولوا حلوة كتير. يا شباب أنا هلأ. أستاذ، الشغلات اللي طلبتها مشان جريدة المدرسة جاهزة، وكل واحد كتب الشيء اللي عليه. نحنا عجبنا بس بدنا ناخد رأيك بالموضوع. برافو، يلا يا شباب يسلم إيديكم، عاملين جهد كبير. أستاذ، إذا لسه معنا وقت والجريدة ما انطبعت، فيني أكتب مقالة جديدة؟ والكاريكاتير تبعي ما خلص أستاذ. يا شباب، في شي مهم لازم لكم عليه. أنا عن قريب رح روح من هون على نيجيريا ورح كمل تدريسي هنيك. إذا سليم راح أنا رح أموت خالتي. بترجاكي خليه يضل هون. هلأ أنا صحيت حملت اهتمامه بسارة، بس ما فيني أتحمل غيابه. إذا عرفوا الناس إنه سليم راح وتركني بسبب وحدة تانية، شو بدي أعمل؟ هيك بيكون اندعس على كرامتي. كيف بدي اطلع بالعالم؟ الله أعلم شو اللي رح يحكوا علي. شو ما بدهم يحكوا يحكوا، أنا ما بيهمني هذا الشيء أبداً. أنا هلأ أكل هم ابني. يعني هو رح يروح على أفريقيا ويخاطر بحياته، وإنت قاعدة هون عم تقليل الناس شو بدهم يحكوا؟ إنت يلي خليتي هالمرة تسكن جنبنا، مع أنك بتعرفي منيح قديش سليم مهتم فيها. وإن كانت كرامتك وقتها؟ أنا عملت هيك أساساً لحتى تطلع من قلبه لسليم خالتي. أصلاً روحت سليم على أفريقيا وغربته كلها بسببك. لهيك سكتي واستحي من الشي اللي عملتيه، ولا تخليني أحكي أكتر من يلي حكيته. عم عثمان كمان عم بيضغط علي. بدل ما عثمان يضغط عليكي أنتي، خلي روح يضغط على ابنه. ما قدر يحافظ على أولاده بهذا البيت. ابني رايح لآخر الدنيا وما عاد شوفه. ما لي فاضية لمشاكل حدا منكن. انتي منيحة أسيل؟ هالحكي ما بيصير أستاذ، أكيد عم تمزح. انت ما فيك تروح وتتركنا هيك. يا شباب صدقوني أنا كمان ماني حابب أترككم. طالما انت كمان مو حابب تتركنا، ليش بدك تروح لكان؟ ليكون غلطنا معك بشي بدون ما ننتبه على حالنا. شو يلي عم تحكي؟ انتو بحياتكم ما ضايقتوني، بالعكس انتو من الطلاب يلي الواحد بيفتخر فيهم. معناتها ليش لا تروح وتتركنا أستاذ؟ المكان يلي رايح له فيه طلاب بدهم مساعدة، يعني في شباب غيركم محتاجيني بهالفترة، وما رح ننقطع عن بعض، بالعكس رح نشارك بأعمالنا هنيك كمان. نحن هلأ لازم نوقف جنب بعضنا البعض، وإذا تأخرنا عليهم يمكن ما نعود نقدر نساوي شي. رح اشتقلكن أنتو كلياتكن، وقد ما كنت بعيد عنكن بس قلبي رح يضل معكن. كلياتكن مهمين بالنسبة لإلي وغاليين علي، لا تنسوا هالشي أبداً. ماشي؟
أكيد رح يجي أستاذ بدالي ورح تحبوه قد ما حبيتوني. لا أستاذ، ما حدا بيقدر بنوب ياخد مكانتك. يلا أكيد رح يكون في عنا وقت لنودي بعض، وموفقين بالدرس. منترجاك لا تروح، أنت مو بس أستاذنا، أنت كمان أب لإلنا. إذا أنت رحت منصير أيتام. لما سمعت من عمو عثمان جيت ركض. سليم عن جد رح يروح؟ مع الأسف إيه بنتي، هو يلي حكى هذا الشي بتمه. خالتي يعني معقولة نحن نتركه يروح هيك؟ وشو مشان هالبنت؟ لنفترض لحقته كيف رح تعيش هنيك وما بتعرف لغة؟ وإذا ظلت هون شو بتعمل لحالها؟ شو هالقرار تبعه؟ ما سمعت ببنت مخطوبة بتنترك هيك؟ لسه كل الموضوع حكي بنتي، لا تاكلي هم ما صار شي. أنا قايمة لضب الغسيل. أسيل تعادي هون لشوف، ما رح أطول أختي. طيب أنتي احكي مع سليم. أنا كمان رح أحط الشاي وبنرجع بنقعد. أستغفر الله، شو أنا الوحيدة اللي قلقانة؟ أستاذ سليم لازم نحكي، أنا بس بدي تسمعني دقيقتين على الأقل. سارة خانة، عامل لك في عندي شغل، وهلأ لو سمحتي بدي أمشي. ما رح ضل عم بتفرج عليك وأنت عم تترك كل شي وتروح بسببي. عادي اللي ربحته، وأنا عم حاول انتقم رح أخسر سليم على الآخر. لكي لعن حظي، خربت كل شي بإيدي. شو بدي أعمل هلأ؟ مو بس رح أخسر سليم إذا انفسخت خطبتنا، إذا اضطرت إني خبر الكل عن اللي صار فما حدا منه رح يتطلع فيني، وإذا كمان عرفوا إني ما كنت مشلولة وكنت مثل حتى أختي ما حتسامحني. هذا غير إذا عرفوا الشي اللي ساويته بسارة، رح يبهدلوني. بترجاك بس اسمعني شوي. ولو ما طلعت بوشي وتصرفت كأني مو موجودة، بس أنا ما رح أتراجع ومالي طالع من هالغرفة حتى تسمع. ألو سيد نزار، جاي ثواني. من بعد إذنك. سليم، بنتي أسيل، أنت منيحة؟ أنت شو عم تعني بهالبرد هون؟ طلعت لبرا لحتى ضب الغسيل عمي، بس تعبت شوي وقعدت لحتى ارتاح. ايه طيب ماشي، عدي. متضايقة من شان سليم؟ قال لك شي ضايقك مو هيك بنتي؟ لا، ما قدرنا نحكي عمو عثمان، سليم كان في عنده شغل وأنا ما حبيت يتضايق مني. أي بس بنتي، معقولة يعني ما تحكوا وأنتوا الاثنين مخطوبين وهيك قرارات لازم تاخدوها مع بعض؟ لا الظاهر أنه ما راح يمشي الحال. أنت لا تتضايق عمو عثمان،
يعني أنا وياه رح نتفهم شي طريقة، لا تاكل هم الموضوع. يا بنتي أنا مو صغير. بالوقت اللي نحن عم نستنى فيه العرس سليم قرر يحمل حاله ويروح، وأنت مو درياني في إنا بالقصة. سليم عم يهرب من الحكي معك، الله أعلم شو مضايقه. ماشي أنا رح أفهم شو القصة. طول بالك عمو، لا تروح. يعني أنا وسليم نتفق على كل شي، لا تزعل حالك. أنا تضايقت شوي من اللي صار، بس سليم ما عم بيهرب مني ابنه. شو عم تقول استاذ سليم؟ منين جبت هالقصة هاي؟ معقولة تروح على نيجيريا؟ لك شبك شو جنيتي أخي؟ مو مكفيتك هاي المدرسة؟ لازم روح لهنيك سيد نزار. أنا أخذت قراري، أنت كمان يا ريت تبعت ورائي لوزارة التعليم وبسرعة. يعني خلاص أخذت قرارك؟ أي نعم. تفضل تعي سارة. أستاذ سليم أنا رح أبعت لك الوراق، بس أنت ما بيصير تتركنا وتروح بقلب السنة. ليش مستعجل كل هالقد؟ ما عم أفهم عليك بنوب. إيه لحتى يرجع حظي مثل قبل كان لازم انصاب برصاصة. لك فجأة تغير كل شي، يعني هلأ علي قبلان فيني، وسارة ما عاد في عندها حكي تحكي أبداً. لو تشوفيهم كيف عم يركضوا ركض مشاني. منيح منيح، بس انت انتبه. ايه بلا ما هالأستاذ يتدخل ويخربط لنا القصة. قلتلك انه حظي رجع، والأستاذ أصلاً يمكن يروح على أفريقيا عن قريب، يعني ما عاد مضطر ساوي معه شي أبداً. الزلمة رح ينسحب من القصة كلياتها. يا مرة أنا حاسس إنه أنت يلي حاطة إيدك بهالشغلة، ها؟ لا تكوني عملتي له سحر. حاولت بهالشغلات جابر، بس شكلها ما نفعت. والحية يلي اسمها سارة ما تأثرت بالسحر. ماشي هلأ، صار لازم سكر أبي شوي وبيجي. طالما الأمور بخير جيب علي بسرعة وتعال لهون بدون ما تضيع وقت، فهمت؟ طيب ماشي، ما رح نطول، لا تاكلي هم، وانتي انتبهي على حالك كمان. تعرفي لك انتي فظيعة. والله التفاح ما له طعمي. اوف يا اختي، انا كتير اشتقت لرجائي. شو رأيك روح وحاكي، بلكي بيرضى معي. ما لك أنا شو عم قول، هو أنت شو عم تقولي؟ إمتى شفتي إنه في بنت بالدنيا هي يلي بتروح وبتراضي للشاب؟ آه بس يا أختي. لا بس ولا غيره، المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ يلي بتلحقه بيهرب، فلا تلحقي هلأ بيجي لعندك. بس في مثل تاني بيقول كمان كتر الدلال بيهرب العاشق. لا أختي أنا بدي روح وراضي لرجائي بسرعة قبل ما يغير رأيه. وقفي تعي لوين؟ لك تقلي حالك بقى، شو صار لك انتي؟ خططي يا أختي. شو تخطيط؟ أنا لا بفهم خطط ولا شي، شو أعمل يعني؟ أنا شو عم ساوي هون؟ أنا رح قلك كل شي لازم تعملي، وانتي هلأ فورا بتروحي على بيتك وبتعملي شاي وشوربة وبتتفرجي على التلفزيون. ايه وإذا هو بيحبك فساعتها رح يجي لعندك. لكن شو؟ يلا يلا. رجائي وقف وقف،
شو بدك مني اخت سونيا؟ مو شايفه خطيبتي عم بتروح؟ ما عرف الطب لساني وجرحت لها مشاعرها. لا، كان معك حق رجائي، لانه تعرف الرجال ما بيصير يركض ورا خطيبته بهي الطريقه بنص الشارع. ما بيركض؟ ايه طبعا ما بيصير يركض. بعدين لا تاكل هم، هي اذا بتحبك فرح ترجع من حالها. عم يخطر ببالي نعمل معرض مشان الشغلات اليدوية، أكيد بيكون في حوالينا فقرة ومحتاجين ولازم نساعدهم، وهيك منكون عملنا صدقة، بلكي هالهموم يلي عايشين فيها بتخلص. معك حق خالتي، أصلاً هالأيام نحن أهملنا مسؤولياتنا، لهيك ما عم تخلص المشاكل بنوم. وموضوع روحة سليم، بنعمل اجتماع للنسوان عندي، كنت رضية خانم ولدت من جديد، أكيد بتكون متلبكة هلأ، ما رح تقدر تستقبل هالناس ببيتها. استني شوي، بما أنه حكينا رح خبرها. خالتي شو عم بيصير؟ ليش شو صاير؟ عم قلك رح خبرها وبرجع. فهمتي علي شو بقصد؟ أنتي وأسيل مالكن طبيعيين أبداً، منين طلعت قصة روحة سليم؟ يا الله شبنا نيسان، أنتي بتعرفي سليم؟ واحد من رفقاته حاكي له عن المشاكل هنيك وقال له إنه ما في أساتذة عندهم، وابني أول ما سمع بالموضوع تبرع. فكرك الروحة سهلة ما؟ لسه الموضوع لهلأ ما انتهى، لا تكرهن. بس عم عثمان ما عم بيقول هيك، قال سليم مقرر ورح يروح. أسيل شو رأيها بهالقصة؟ على أساس راح تضب الغسيلات وتجي، شو وينها لهلأ؟ يا الله أنا شو بدي ساوي؟ عم عثمان إذا عصب على سليم فرح يحكي له كل شيء، كله بسبب سارة خانو. بس أنا لازم أعمل شيء. كيف؟ أصريت كتير أحكي معه بس ما عم يسمعني بنوب. إيه بس معه حق إنه ما يسمعك، قلبه مكسور وحتى كمان ثقته فيك انهزت. كلامك مزبوط، أنا مو زعلانة منه، زعلانة من حالي، كل ما حاول أحميه عم ضره أكتر. بس الشخص اللي لازم يروح مو سليم، بس كيف رح أقول له هالشي وهو ما عم يطلع بوشي حتى؟ معناتها لحد ما يقرر يسمعك ما لازم تتركي، طالما ما بدك ياه يتأذى ما لازم تتراجعي، وأكيد بالنهاية رح يسمعك. معك حق، بيكون طلع من غرفة المدير رح جرب حاكي. أستاذ سليم، بعرف ليش أخذت القرار. ما فيك تاخذ قرار وأنت معصب وتترك كل شيء. منين هالحكي سارة خانم؟ أنا رايح لهديك البلد حتى أعمل واجبي معهم، الشباب يلي هنيك محتاجين للتعليم، مو هيك؟ لا، أنت رايح لأنك زعلان مني، مو رايح مشانهم. وأنا ما برضى أنك تروح لآخر الدنيا بسببي. لو أنك أخذ هالقرار بدون ضغط كنت رح أحترمه، بس إذا رحت بهالطريقة بتكون عم تظلم عيلتك وطلابك وعم تظلم نفسك، والشخص اللي لازم يروح مو أنت. رح أحكي مع جابر وناخد علي ونرجع على بلدنا، بس بدي تعطيني شوية وقت، بدنا كم أسبوع حتى جابر يتعافى. أنت فهمتي غلط سارة خانم، هذا ما له علاقة فيكي بنوم، لا تضايقي حالك على الفاضي، ويا ريت ما تروحي من هون. بعرف، قد ما أنكرت ما فيك تخبي عني إنه أنا السبب بروحتك هي. أنت لأنك زعلان مني هلأ رح تترك الكل هون وتروح. إذا لازم أزعل من حدا،
أكيد رح أزعل من حالي لأنه قلتي لي إنه كان حلم، وأنا كمان فقت من هالحلم. قررت واجه الحقيقة من اليوم، ورح كمل وظيفتي اللي أنا بحبها وعوض الأيام اللي راحت. سليم. أهلين بابا، خير؟ إلي شو مضايقك؟ شو يلي عم يصير؟ مو على أساس كنت راح تحكي مع أسيل؟ فهمني ليش ما حكيته لهلأ؟ ابني هاي البنت مو خطيبتك؟ وانت لابس الخاتم لأنها راح تصير مرتك؟ كيف انت راح تسافر من دون ما تاخذ رأيها؟ البنت كانت قاعدة بجنين اليوم وعم تبكي ومتضايقة كتير، وأنا صرت كذا مرة سائلكم، قلت لكم في مشاكل، قلتوا لي حليناها وما عاد في شيء أبدا، بس الواضح إنكم ما قدرتوا تحلوها بنوب. تفضل بابا أعود. أنا مالي أعمى ولا أطرش وشايف إنه في مشكلة بيناتكن وما عم تقدروا تحلوها. أنا أبوك سليم ومن حقي أعرف كل شيء. يلا احكي لي هلأ، شو المشكلة اللي بينك وبينها وما عم تنحل أبداً؟ في أمور لازم تعرفها. الحقيقة هي أنا وأسيل